الجميلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة ما بها حيلة من قيوين راشد بن سعود المعلى يتقدم الآن يتقدم من خلال هذه اللحظات ماجد بن سليمان المالكي ماجد بن سليمان المالكي يمتلك السيف حتى هذه اللحظات يعود الشمطي من جديد يعود الشمطي يعرف أرضية الميدان جيدا ولكن المالكي امتلك سيف ولي عهد أم الخيوين مع سيوف هي بطلة السيف هي بطلة أول الانطلاقات أول التحديات ما شاء الله هذه سيوف مشاهدين الكرام تدشن هذا المهرجان السادس عشر مهرجان أم الخيوين برعاية ولي عهده رويا راشد بن سعود المعلى تهانينا والناموس لمايد بن سليمان المالكي على فوز سيوف بالمركز الأول بدون أي وليف وحيدا يغرد خارج السرب مع المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن الزعابي على المركز الأول والبداية اللحظات الأخيرة محمد بن فارس بن علي بن سيف الخاطري واصل على المركز الثاني ولكن خلاص الشوط الاول الرئيسي مع وليف شوط الجعدان الرئيسي مع وليف سلام يا الزعابي سلام تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن الزعابي على فوز وليف بالمركز الاول المركز الثاني لسيف محمد أسلم. بصمته في هذا التواجد ومع هذا الانطلاق وصلنا للامتار الاخيرة وصلنا للامتار الخطيرة امتار التسجيل امتار الحضور الكبير هناك مع انطلاقة الوسمية شدت الوسمية راحت الوسمية ما شاء الله الوسمية متابعين الكرام على اول المراكز خلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي حاضر الله 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 بالانطلاقة الكبيرة الوسمية بهذا الحضور المتميز على اول المراكز تاخذ الصدارة تاخذ الناموس والتهاني والتبريكات مع الوسمية لخلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الغضلي الحاصل على اول المراكز بينما ثاني المراكز هنا العزرة لحران بن راشد بن سيف على الغضلي ثالث المراكز كان من نصيب للسعيد بن مصبح بن عبود الغفلي ولكن اللي وصل الليذ خلفان بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي اللحظات الأخيرة ولكن هملول بدأ يباعد رقص في الأمتار الأخيرة ليهدي سلاماتي هذا الشوط لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي سلام للعين سلام اسعدت صباحا يا هاني زاخر مع هذا الاداء المتميز انفرد كلي بناموس هذا الشوط تهانينا لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي على فوز هملول بالمركز الاول ولحظات وصوله لحظات اقترابه من خط النهاية بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي ايضا الشامي سعيد مصبح بن عمود ناموس هذا الشوط بالشرقي العامري يقدم التماس ولكن شوق من البداية وهي على الصدارة اللحظات الأخيرة جولة الأوامر 400 متر الأخيرة روح يا القبيسي اللحظات الأخيرة المقصورة الرئيسية بانت وشوق على المركز الأول شوق على الصدارة والمقدمة والريم قادمة سلطان بن علي
علي بن مسعود المري قادم على المركز الثاني. ما شاء الله الريم وشوق، الريم وشوق، ولكن الريم تتسلل بهذه لحظات خطبة الصدارة. تهانينا وناموس لسلطان بن علي بن مسعود المري المركز الثاني، شوق لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي. السلطنة بن منانه مع تواق، شوف اللي ما يبنانه طاري. اول ندى المسامح ومبارك بن سهيل بن خادم الخيلي، اول ندى اللي ما يبنانه طاري، اللي ما يبنانه طاري. يا ذكر الله يا ذكر الله يا لوهيبي على هذا المال مياز، ولكن حذاري من مسامح، مسامح ولا مياز، مسامح ولا مياز. ابراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي، ولكن مسامح. مبارك بن سهيل بن خادم لخيني، اللحظات الاخيرة تواك مع بن منانة، تواك مع بن منانة. مياز 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 مسامح تواك، اللحظات الاخيرة. تهانينا والناموس لمالك مياز ايها الاخوة. ابراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي المركز الثاني مسامح. الوصول الوصول من راهية مبارك بن صغير بن مرخان، ولكن الحرسوسي الحرسوسي والشريفي الحرسوسي غادر 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 غادر، ولكن بالغبشي، ولكن الغبشي هنا مع فن الغبشي بن سهيل والغبشي الشريفي قادم هنا مع الامتار الاخيرة. عاد عاد عادت فن عادت عادت فن عادت، ولكن الوصول الوصول هنا والتقدم مع شعار باللومية، شعار باللومية مع الشاهنية، علي بن سعيد بن علي باللومية، حمد حمد بن علي باللومية هنا مع الامتار الاخيرة باللومية باللومية. سلام يا الخوانيج، سلام سلام يا الخوانيج، وسلام ميدان الطي المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء كان الوصول من فن بن سالم العامري يتقدم على المركز الثالث هنا في هذه الشوط. المركز الرابع كراش صالح بن علي بن محمد بن راشد الإغبري يأتي مع كراش هنا في هذه المنافسة القوية. بدأ يفرق الصفوف مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الحاسمة. ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله على هذا الإبداع الجميل الذي يقدم كراش على المركز الأول. سلام يا الإغفري، سلام. تهانينا تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام إلى مالك عكراش لصالح بن علي بن محمد بن راشد الإغفري على فوز وتألق عكراش هنا محققا المركز الأول. المركز الثاني وصل معوض لحمد بن رصاص بن سالم العامري. السيطرة السيطرة اللي عندك يا بالهلي، شوف شوف شوف، تقدم أحمد بن مبارك بالهلي. يا سلام يا علي، الله يا أهل الطي، اليوم اليوم متفوقين. يا سلام يا عليك، سلام لأهل العوير، سلام. حاضر أحمد بن مبارك بالهلي يتقدم، أحمد بن مبارك بالدنة مسيطر، لكن دمعة قادمة سلمان بن علي بن رشيد. دمعة دمعة دمعة، لكن غرام مرضية مرضية مسيطرة، دمعة تحاول مرضية ودمعة مرضية دمعة. اللحظات الأخيرة أهل العوير يتنافسون، أهل العوير يتنافسون. أحمد بن مبارك بالدنة، الله يا بالدنة، مرضية 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 مرضية، ولكن دمعة 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 دمعة. سلمان بن علي بن رشيد ينتزع الناموس في اللحظات الأخيرة مع دمعة. المركز الثاني لأحمد بن مبارك. صارق دوامنا، رعد 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 على صدارة هذا الشوط، ولكن مهاوش مهاوش والأسامي القادمة
درمود بدا يتسلل، بدا يشق الصفوف. محمد بن حمد الهتيلي المري راح الهتيلي، انطلق من ناموس هذا الشوط بتحديات وانطلاقه جلمود. محمد بن حمد الهتيلي المري يتابع جلمود. اللحظات الاخيره وتحديات خطاب لسريم بن حمد بن سالم الاكتبي، ولكن نتابع جلمود. سلام للهتيلي محمد بن حمد الهتيلي المري، ولحظات وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني خطاب سريم بن حمد بن سالم الاكتبي، المركز الثالث. من الفاخرة وصلت بشعار أول ندى لشعار بن روية، أحمد بن محمد بن روية الخيلي قادم في هذه اللحظات، ولكن لحظات النهائية أمتار النهائية لـ400 متر الأخيرة. جولة الأوامر ومن وما شاء الله راحت بناموسي هذا الشوط. عبيد بن سالم بالغبشي المحرمي ما شاء الله أصدرت الأوامر، بدأ الإبداع بدأ الاستمتاع، زادت في سرعتها منوى ما شاء الله حققت الأماني والطموحات لمالكها عبيد بن سالم بالغبشي المحرمي ما شاء الله. غبش في هذا الصباح مع منوى ويا بالناموس والسيارة لهذا الشعار. المركز الثاني المري، الله وصلك لمسافري ولمسافري، وصلك لمسافري ولمسافري. شعال طارش بن مفرح بن مطر لمسافري الى وين بيسافر، الى وين بيسافر شعال؟ ايها الاخوه بسم الله يذكر الله، ارتجف الميتان تحت اقدام شعال. بسم الله طارش بن مفرح بن مطر لمسافري، سيق الله داركم يا هالي بياته، واسعد الله صباحكم، اسعد الله صباحكم. السيارة الى مسافري الى بياته شعاق ايها الاخوة. سلوم طارش بن مفرح بن مضر المسافري، واسعد الله صباحك على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني لمحمد بن عبد الله المسافري مع متباهي. المركز الثاني يا با وصل محمد على المركز الثاني. محمد حمد بن راشد الأقفلي قادم على المركز الثاني بقوة كبيرة، ولكن الخاطري لا زال على المركز الأول. الشاهنية الخاطري الأقفلي غزال اللمسة، يصيد ما ينصاد. سلام العزمة الذهبية، سلام تهانينا والناموس لمحمد حمد بن راشد الأقفلي على فوز شقرة بالمركز الأول وانتزاعها ناموس الشوط. المركز الانطلاق، ولكن دعوني مع المركز الاول اذهب هناك مع ابداع رعد ما شاء الله يا رعد. بسم الله ما شاء الله. الرعد والابداع، رعد والانتصارات، رعد والانجازات هنا على اول المراكز. حمد بن سعيد بن ملهوف الاجتبي والحضور الاول، عينه على ناموس هذا الشوط. هنا يتجس سلام إلى مرغم، سلام مرغم، سلام رعد، سلام لحمد بن سعيد بن ملهوف الاكتبي وحصوله على المركز الأول والسيارة في هذا الأداء المميز والزعفران. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن ملهوف الاكتبي لحصول رعد على أول المراكز، بينما ثاني لمن هذا
الشوط لمن؟ الامتار الاخيرة، العنود، العنود لا زالت في المركز الاول، العنود على الصدارة، لصغير بن العبد بن دغيميل، الجديلي، الجديلي على الصدارة، ولكن يوي على اللي وصلت، الله الله الله، وصلت هنا سيوف احمد بن سعيد بن منانة، بن منانة والجديلي، بن منانة والجديلي، واللي تقدمت ايضا جبارة، راشد بن عبد الله بن محمد، النعيمي السيارة، السيارة لمن؟ مع بن منانة، مع بن منانة، مع بن منانة، غادر بناموس هذا الشوط، هذه سيوف، هذه سيوف أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي، حققت هذا الأداء، حققت هذا الإنجاز، سيوف تهانينا وناموس. المركز الثاني العنود لصغير بن العبد بن دغيميل الجديد. في هذه الانطلاقة ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز، إلى المركز الأول، هناك مع البداية الأولى انفرد الآن، هذا هو أدهم، بدأ يغادر بالفوز، يغادر بالانتصار على المركز الأول في هذه الانطلاقة الكبيرة، في هذه المنافسة القوية. تهانينا، تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، إلى مالك أدهم، عتيق بن مطر بن حسن القبيسي على فوز وانتصار أدهم بالمركز الأول، هنا منفرد وحيدا ليحقق الفوز هنا مع المركز الأول. تهانينا والناموس العتيق بن مطر بن حسن القبيسي على فوز أدهم بالمركز الأول. المركز الثاني كان جاد، تغير في اللحظات الأخيرة، علي بن سالم بن علي الدرعي، ما شاء الله تبارك الله، هذا هو الشعار الدرعي، هذه أمجاد، هذه أمجاد تخلد المجد، ولكن عادت، عاد الضبا، عاد الضبا، محمد بن صالح بن مجرن العامري، ضبا 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 ضبا، الأمتار الأخيرة بن مجرن العامري الدرعي، العامري الدرعي، الدرعي العامري، العامري العامري، غادر 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 بناموس هذا الشوط محمد بن صالح بن مجرن العامري. سلام يا ضبا، سلام، سلام عيناوي، سلام، سلام مدينة العين، سلام هنا مع ضبا، وسلام زاخر، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت أمجاد. بن متعب بن غانب المحيربي قادما ايضا، ولكن الصدارة عندها للذيل، الصدارة والانطلاقة مع عشاق، عشاق، عشاق لمنصور بن غرير بن محمد الثبي، حاضرا متواجدا مع الانطلاقة الاولى، متمركزا في صدارة هذا الشوط، متمركزا في انطلاقة هذا الشوط وتقدمه. الله الله، رحمن رحمن، الله سالم بن بخيت بن طريبش المنصوري، الله الله، بسم الله ما شاء الله، من أين أتى؟ ما هذا الحضور الكبير؟ ما هذا التواجد المثير؟ إذا تهانينا والناموس هنا لفوز عمان بأول المراكز لسالم بن بخيت بن طريبش المنصوري. سلطنة بن هدوب، بن هدوب قادم، بن هدوب قادم، هنا ايضا اللي وصلت، من تحركت في هذه اللحظات، الصمود لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، والقادمة، القادمة ايضا الواصلة في هذا الاداء هنا مع عز محمد بن راشد بن مبارك بن صرود، ولكن الصدارة لا زالت هنا، لا زالت مع اسباب الدرعي، الدرعي والوهيبي، الدرعي والوهيبي، ولكن هل العين، هل العين قادمين، قادمين مع الشامخة محمد بن عبيد بن ثاني النعيمي، 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 وسلام، سلام، 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 إلى وين؟ إلى 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 الدرعي، إلى الدرعي هنا مع أسباب حمد بن ناصر بن حمد الدرعي.
سعيد بن عامر المغيري قادم ولد لشعار وملبي لعلي بن مسفر بن علي الخيلي وصلوا هالرماح. ولكن القبيسي اللحظات الأخيرة جولة الأوامر المقصورة الرئيسية بدأت تقترب. آخر أشواطنا آخر السيارات لمن ما بين المنصوري ما بين القبيسي ما بين المنصوري ما بين القبيسي ما بين بن ضاعن ما بين المغيري ما بين الخيلي. ولكن القبيسي قبس القبيسي آخر السيارات آخر الانطلاقات هو شاهين على المركز الأول. والنشمي بن سالمين ولا القبيسي. تهانينا والناموس للقبيسي على هذا الفوز والانتصار. المركز ما بها حيلة دارنا اللي معنا.